شركة المذيع للخدمات الإعلامية تقدم. عندما أتوا برأس الحسين عليه السلام إلى مجلس يزيد ورأت ابنته رقية هذا المنظر، خاطبت عمتها زينب قائلة: عم هذا الراس عرفه يصير أبوي، عم هذا الراس عرفه يصير أبوي، إيه عرفه وعايشة وياه من زمان، إيه عرفه وعايشة وياه من زمان، عم هذا الراس عرفه يصير أبوي، إيه عرفه وعايشة وياه من زمان. شنهش وما بيحضن شاوين عيش، وياهلي شوفني كل ذاك الحنان، وياهلي شوفني كل ذاك الحنان. شنهش وما بيحضن شاوين عيش، وياهلي شوفني كل ذاك الحنان. عم خلي يرجع لما عطشان ماي، عم خلي يرجع لما عطشان ماي، عم انا بلا حضن ما احس بمان، عم انا بلا حضن ما احس بمان. عم حاكي خلي يرد له حتى طيف، هو ياه جابنا لهذا البكان. عم حاكي خلي يرد لو حتى طيف، هو ياه جابنا لهذا البكان، هو ياه جابنا لهذا البكان. كنت اظن عبد الله يكبر حتى شوف، كنت اظن عبد الله يكبر حتى شوف، شلون وياك القمر عباس كان، شلون وياك القمر عباس كان. والله لأكيدنهم كيداً ما كاده سلطان برعية. لست برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أنا جبرائيل خادم عند كان، أنا جبرائيل خادم عند كان، أنا هذا الكون يتنفس هواي، أنا هذا الكون يتنفس هواي، أنا جبرائيل، جبرائيل خادم عند كان، أنا جبرائيل خادم عند كان، أنا هذا الكون يتنفس هواي. أنا خت عباس، خت عباس اللي مقطع الرقاب، أنا حتى الستر ما شايف ضواي، أنا خت عباس اللي مقطع الرقاب، أنا حتى الستر ما شايف ضواي، أنا خت راس الحسين وبالتبوي، طيحة العباس أنا الكسرة قفاي، طيحة العباس أنا الكسرة. أنا خت راس الحسين وبالتبوي، طيحت العباس أنا الكسرة قفاي. خويا تشفينك هذن، خويا تشفينك هذن، بس أنت وين؟ خويا تشفينك هذن، بس أنت وين؟ أنا ردتك أنت لو ما ردت ماي، دزل تشفين القمر والجثة غاد، الهسه باقع للخيم حامل لواي، الهسه باقع للخيم حامل لواي.